وتفضل. هنعمل بسكوت اللوز بطريقة كتير بسيطة وسهلة، ومكونات كمان متوفرة في كل بيت. هحتاج طحين، زبدة، سكر ناعم، والأساس عندي اللوز. اللوز ممكن أقشره في منتهى البساطة، بحطه في كاسرولة، بحط عليه ماء مغلي وسيبه لبضع دقائق لغاية ما يتقشر، أو حبيته تشتروه مقشر هلأ موجود في السوق بهذا الشكل. اللوز أنا ممكن أستعمله مباشرة وهو ني، ولكن عشان أقدر أحصل على طعم رائع جدا لهذا البسكوت أنا حابة أنه أحمصه، وحنشوف مع بعض طريقة التحميص. في صينية واسعة أحط اللوز، وأدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 10 دقائق، بس كل 3-4 دقائق أحاول أقلبهم أو أحركهم لغاية ما ياخدوا لون ذهبي لطيف، ونشوف خطوتنا التالية. اللوز طبعا بس أحمصه أول إشي حتنبسطوا منه ريحته، تبقى ريحة شهية وهيك إشي عالم تاني يعني. بس يبرد عندي اللوز حبتدي خطوتي الأولى بإني أطحنه عشان أقدر أستعمله مع البسكوت. في محضرة الطعام حطحن اللوز لغاية ما يصير ناعم، بلاحظ أعزائي كيف لون اللوز لونه بني غامق. إذا ما حمصته لهذه الدرجة وصار غامق ما حستمتع بهذا الطعم المميز، يعني كل ما غمقته كل ما كان أطيب. حبتدي أجهز العجينة. في إبريق الخلاط ححط الزبدة، ولازم تكون لينة في درجة الحرارة العادية، مطلعاها من البراد قبل بوقت. حضيف السكر البودرة وأبتدي أخفق هالمكونات مع بعضها، وأنا بخفق كمان ممكن أضيف عطر اللوز. عطر اللوز متوفر دائما جنب الفانيليا والرف اللي فيه منتجات الحلويات، بضيف منه قطرات بسيطة. حضيف الطحين، البيكنج باودر والملح، وأستمر بتقليب هالمكونات مع بعضها لغاية ما تتكون عندي العجينة. بدت تتشكل عندي العجينة، هلأ بضيف اللوز المطحون وأستمر بالعجن. في البداية حتلاحظوا أن المكونات مفتتة مش مجموعة مع بعض على شكل عجينة، بس ما تقلقوا لا تضيفوا أي سوائل، استمروا بالعجن حتلاقوها اندمجت بالآخر بشكل كتير رائع. المكونات تجمعت مع بعضها بشكل عجينة ناعمة جدا، حنشوف مع بعض طريقة التشكيل. بحتاج أعزائي صينية قصيرة الحافة، وهلأ وقت التشكيل باخد قطعة من العجينة أعملها على شكل كرة، وأعمل فيها بس تجويف بسيط بهذه الطريقة وأحطها على الصينية. وأكيد هنقول للأطفال كلهم فوتوا المطبخ وساعدونا واعملوا هذه الخطوات الجميلة. فكرة التجويف أعزائي هي مش فقط للتجميل في هذه البسكوتة، لا، عشان يكون في مكان السكر يستقر فيه أثناء تغطيتها بالسكر. البسكوت جاهز، بدخله الفرن على درجة حرارة 180، بأخذ 10-12 دقيقة
وبس يطلع من الفرن خلينا نشوف خطوتنا التالية. أعزائي بس أطلع البسكوت بسيبه يبرد شوية، ممكن يبرد 100% ما في مشكلة، أو يبقى دافي شوي زي ما أنتوا بتحبوا. ببتدي أخذ قطع البسكوت وأحطها بالسكر، وأكيد حنقولكم خلوا الأطفال يكونوا معاكم حينبسطوا بهذه الخطوة. وأدحرج حبات البسكوت لغاية ما تتغطى بالسكر بالكامل، وأحطها على طبق التقديم. زي ما خبرتكم قبل شوي فائدة التجويف إنه بقدر أخلي السكر في هذه في هذا التجويف اللي عملته عشان يصير برضو طعمه لذيذ. وبكمل هذه الخطوات. يمكن يخطر على بالكم استعمال نوع آخر من المكسرات، بينفع نعمله بالبندق، نعمله بالفستق الحلبي أو الفول السوداني. إذا دافي شوي البسكوت بياخد كمية سكر أكتر لأنه بيمتصه أسرع وبيرطب هيك شوي، بس إذا برد حتى معاكم حيكون بهذا القوام الجميل. وأقترح عليكم السكر هذا اللي بتغطوا فيه البسكوت ما تنخلوه، لأنه حابة يكون السكر هيك في الكثافة تاعته، فبيعطيني نتيجة كتير لطيفة في البسكوت. وهيك خلصنا كل المجموعة. أعزائي وصفة بسكوت اللوز الأبيض وصفة كتير لذيذة، أرجو أنكم تجربوها وتفضلوا.